السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للأحاديث المنتشرة في رمضان اللي احنا اعتدنا عليها أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أكثر من النار. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولا يمنع أيضا من ناحية المعنى أن يكون أوله مغفرة، ولا يمنع أن يكون أوله أيضا عتق من النار، وكذلك أوسطه تمام وكذلك آخره.